بمعي فيلم اليوم مشاهدينا رح نتعرف على مخرج بارع على طريق النجاح. العمل اللي رح نحكي عنه اليوم عنوانه بالظل، ورح يخبرنا عن كل تفاصيله كارل حداد. اهلا وسهلا فيك كارل. مبروك مبروك العمل. هيدا منه فيلم تخرج لك، انت خريج جامعه الكفاءات. مزبوط. هيدا الفيلم قدمته ضمن مسابقه كومبيتيشن بعنوان 72 hours film challenge. مزبوط. خبرنا عنها شوي هالمسابقه. مزبوط. 72 hours film challenge صارت بديسمبر هلا 2014، يعني اخر 2014. الفكره هي انه كان في تام معين عاطينا اياه، هن كل سنه بينقوا تام، والتام كان السنه نعرف المبني على اساس النوع الاجتماعي gender based violence. نحن كان مفروض منا بثلاث أيام نكون عم نكتب نصور ونقدم هذا الفيلم، معنا بس 72 ساعة حول هالعنوان الكبير. حول هذا العنوان الكبير. هلا كان مفروض هن يعطونا مثل سوتام معين، بس دغري على تكتها، يعني بوقت اللي بلشت الكومبيتيشن قالوا لنا فيكم تعملوا بدكم اياه بس ضمن هيدا التام. فنحن تقريبا اجتمعنا كلنا سوا بأول ما بلشت الكومبيتيشن، قعدنا عملنا مثل تابل رود. نحن سبع أشخاص اسمنا تيم بريزم. يعني اشتغلت ضمن مجموعات لتحضير. مزبوط مزبوط. كان مطلوب كل الأشخاص كانوا مجموعة؟ جروبات. مزبوط. أوكي. مزبوط. كل الأشخاص كانوا تيمز، كل الأشخاص كانوا جروبات. هلأ ما بتفرق عدد الأشخاص، بس إنه يكونوا تيمز، يكونوا عم يشتغلوا كلهم سوا مع بعضهم، تيم ورك. فاللي صار نحن اجتمعنا أول شيء كرمال الفكرة، قعدنا صار كل واحد يقول كلمة، يقول فكرة، لحتى لما طلعنا بفكرة متماسكة ومشينا فيها مزبوط وصورناها. هلا الفيلم مدته 4 دقائق. مزبوط. وهيدا بصراحة فاجأنا، لأنه ضمن هالأربع دقائق قدرتوا تسلطوا الضوء على موضوعين كتير كبار تحت عنوان العنف ضمن مجتمعنا. شو هن هالموضوعين؟ مزبوط. هلا هي الفكرة كمان قد ما فينا نجرب كنا نختصر حكي، نختصر يعني ديتيلز زيادة تنقدر نفوت دغري بالفكرة سريعا، لأنه نحن أصلا كان مطلوب منا الفيلم يكون بين 3 و5 دقائق. نعم. حتى الوقت يعني كان محدد. مزبوط. لذلك اخترتوا انه تفوتوا دغري بصلب الموضوع. مزبوط مزبوط. هلا الفكره الفيلم بتحكي عن امراه سوريه، هيدي الامراه السوريه ما هربت من سوريا مع ابنها كرمال الحرب، من وراء الحرب، بل هي هربت من وراء جوزها، لانه جوزها كان يعنفها، جوزها كان يشغلها، دونك صار في كثير صعوبات وقطعت فيهم هي، وهربت على لبنان هربا من جوزها. نعم. يعني صحيح هي لاجئة، ولكن الظروف اللي أدت غير نوع ظروف هروبها منا ظروف حرب. مزبوط. هي العنف اللي كانت تتعرض له من قبل زوجها. مزبوط. هلا أمام تا هيدا الإنسانة حدا في جورناليست عم بيعمل معها، صحافي عم بيعمل معها انترفيو. نعم. بآخر الفيلم نرجع نفهم شو قصة هيدا الصحافة، وليش هو هالقد انترستد بهذا الإنسان، وليش عم يتابع هالموضوع كله اللي هو الجندر بيست فايلنس. يعني لأنه بنرجع بعدين بنشوفه بمكتبه عنده كذا قضية على البورد تبعه، حاطط وراق، حاطط شغل، كلهم كلهم بهذا الإطار عم بيتابع كذا إذا بدك قضية، كلهم بهذا الموضوع، كلهم أساسهم العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي. نعم. فينا نحضر الفيلم، لأنه مدة الفيلم 3-4 دقائق، معنا وقت اليوم حتى نشوفه كله. يس أكيد، فكرة عنه. أكيد أكيد. يلا بالظل. بتحبي تبلشي؟ كنت أفكر إنه أنا اللي كنت بغلط، كنت بخوفي عم بعطيه القوة. خوفك من شو؟ إنه عيش بلا. محبوسة، رجال فايت، رجال طالع، هو مبسوط عم يقبض. طب كيف هربتي؟
خذيلك بقى هالقصة. ولد ابنه؟ ابني. unusual كارل، في موضوعين اكتشفنا الموضوع الثاني بالآخر. الامرأة كانت عم تشرح شوي عن حياتها ويمكن تفهمت الأسباب اللي خلتها توصل للمكان اللي هي فيه اليوم، وعم بتلوم حالها شوي كأنه هي بتحمل جزء من المسؤولية. مزبوط. هلا هي عم تقول انه كانت أهم، يعني اهم جمله انا بعتبرها بالفين وقت اللي كانت عم تقول انه انا بخوفي عم بعطيه القوه. نعم. يعني قد ما كانت كل وقت خايفه تحكي، خايفه تواجه، خايفه تقول له خلص صار في هذا المشكل وكبر اكثر واكثر. نعم. كانت هي الضحيه بالنهاية. كانت هي اكيد الضحيه، بس هي من محل من المحلات خلص انه وعيت على حالها وعم بدها تبلش انه خلص قررت انه تجرب تغير حياتها، تبلش يعني حياه جديده. قررت تواجه او تغير الواقع اللي هي عايشة فيه. مزبوط. بينما الصحافية اللي أصبحت صحافة بالآخر. مزبوط. هون شو القصة؟ لا، هي هو فكرة الصحافة هو أفات هو ترانسكشوال، يعني نعم. يعني عامل عملية تغيير جنس. نعم. أوكي، دونك هلا الفكرة اللي عم نشوفها يعني هون كان إنه شاب أصبح امرأة. مزبوط. هلا الفكرة اللي عم نشوفها هون نحن بنشوفه بأول الستيجز من بعد العملية، لأنه كان بعده شعراته ما طولوا، دونك كان حاطط البيروك تحت ليعمل الانترفيو. هلا في شغله كمان في ناس فهموها بهيدا الطريقه، انه هيدا الشخص هو اصلا رجل، بس اضطر يتنكر لامراه تحت ليحكي معها، لانه هيدا الامراه ما بقى توثق بالرجل. في ناس حتى اخذوا هيدا الفكره، يعني ما راحوا على فكرتنا نحن، مشوا بهيدا الشمع. دونك في ناس انه حتى تقدر تحكي، لانه هيديك الامراه السوريه ما بقى توثق، تقدر توثق باي رجل تقدر تحكي معه. هلا وبنفس الوقت شفنا انه الصحافي عنده اهتمام خاص بهالقضايا، لانه عنده بالمكتب في صور لعده نساء معنفات. مزبوط. ومش بس نساء، يعني لعده كايات صاروا، لعده مثل مواضيع، يعني نعم. عم بيتابعهم هو، لانه هو ديجا اوريدي، يعني بنرجع بنفهم بعدين انه تعرض لنوع من الجندر بيست فايلنس، فمنشان هيك عم بجرب انه يقدر نوعا ما يخفف من من هالشيء. كارل، هالفيلم بظل حصل على المرتبه الاولى ضمن هالكومبيتيشن. على اي اساس؟ شو اللي ميز هالعمل؟ هلا نحن صراحه ما كنا متوقعين، يعني لانه السوجي تبعنا كان تابو شوي بمحل من المحلات. نعم. لانه عم نحكي عن ترانسكشوال، ما توقعنا كان جريء شوي. ايه، كان جريء، وما توقعنا انه العالم شوي انه يتقبلوا هذا الشيء، بخصوص الجوري. وانا هون بدي اتشكر الجوري، لانه كانت مؤلفه من الاستاذ الكبير امين شاهين، من امين دورا المخرج، ومن الممثله تقلا شمعون اللي نعم. هي يعني خبره بمجال صناعه السينما. اكيد. رح تعرضوا بمكان اخر؟ نحن اوريدي عرضنا بكابريولي فيلم فيستيفال، كان حلو. كمان بضمن السبيشال سكرين تبع كابريولي. مزبوط. وهلا كمان هون، وما بعرف تنشوف يعني وين نرجع نمشي فيه اكثر للفيلم. هلا الشيء اللي اكيد مضمون انه الاي ان اف بي ار رح تاخذ الفيلم مع الثاني وثالث برايس، كمان الافلام تبع الثانيين والجائزه الثانيه والثالثه، وتبرم فيهم على المدارس. هذا بروجي رح ينحكى عنه بعدين.
رح يبرموا فيهم على المدارس تيعملوا توعية ضد العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي. تيم بريزم كيف طرح الموضوع؟ بنظرة تفاؤلية أو تشاؤمية؟ لا أكيد نحن يعني اشتغلنا دايما كنا متفائلين كنا عم نعطي قد ما فينا. وأنا إذا بخبرك هذا الفيلم قديش مكلف ما رح تقدر هيك كثير لأنه الفيلم مكلف 100,000 100,000 ليرة لبنانية بس شو حلو الصوت يعني اللي هو أوفات ماشية بالنسبة لشورت موفي. بس نحن كنا من هون يعني لأنه كنا عم نشتغل بتيم ورك حدا كان عم يجرب يأمن شيء حدا عم بيقدم شيء تاني تنقدر نشتغل. الممثلين منهم محترفين؟ لا حتى الامرأة قلت اللي التقيتوا فيها قبل بنص ساعة من تصوير الفيلم مزبوط التقينا فيها قعدت أنا وإياها شوي على جنب حكينا شوي حطيتها شوي بالموت تحت اللي تقدر تعطينا قد ما فينا وعملت شغل رائع يعني نسبة للوقت القصير اللي كان معنا إياه. بالظل هو دليل على أنه الفيلم الجيد مش بحاجة أبداً لبيك بادجت. من هنيك على هالعمل كار مزبوط. وناطرين مرسي. أعمالك الجديدة أنا أكبر. بس حبيب أقول شغلة نحن من يومين نهار السبت خسرنا إنسانة بالأوديوفيزيال بالدومين اسمه مارتين داهر ما بعرف إذا سمعتوا فيها مارتين داهر توفيت بحادث سير. أنا بس حابب أوجه عن جد تعزية لأهلها ولكل الأشخاص اللي بيعرفوها لأنه عن جد كانت صدمة يعني هي إنسانة كتير قوية وتالنتد وشاطرة كتير كانت بالدومين فبس هيك الله يرحمها ويخلي لك عائلتك ومتأسف أكيد على كل الأرواح اللي عم نخسرها بهالشكل على الطرقات اللبنانية. بليز انتبهوا على الطرقات والله يحمي كل أولادنا. شكرا لك وقفة قصيرة مشاهدينا ومنتابع مع تيستينج يس ميك أوفر مع ريتا.